مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، ايدنا في ايديكو نعمل معجزات. مصر فاتحة لكم ايديها، كله يتراهن عليها. مصر تاني هتبني الأهرامات. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي. قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لأمي ما تزعليش وحياتي عندك ما تعيطيش، قولوا لها معلش يا أمي أموت أموت وبلدنا تعيش. أمانة تبصوا لي إيديها وتسلموا لي على بلادي. قامت الثورات وتغير الشارع المصري، وكانت هناك المطالبة بالحقوق، الحرية والعدالة الاجتماعية وكل هذه الأشياء. تغير الشارع المصري عندما طالب بالتغيير، وجاءت الثورات، جاءت ثورة 25 يناير وجاءت ثورة 30 يونيو لتصحيح المسار. بعدها نحتاج إلى الرجال، رجال بمعنى الكلمة، رجال تنطبق عليهم كلمة رجال، رجال في هذه الفترة علشان تواكب التغيير. ولذلك في هذه الفترة سيكون العضو البرلماني أو عضو مجلس الشعب له صفات وسمات خاصة. نتمنى إن احنا إن شاء الله نختار بقلوبنا وبعقولنا من يمثلنا في هذه المرحلة الحاسمة والفارقة في حياة جمهورية مصر العربية. لو سألتك انت مصري قولي ايه، قولي مصري ابن مصر وابن مصر الله عليه. لو سألتك انت مصري قولي ايه. بيقول انا مصري وده شعاره. لما قلنا نحط عنوان لموضوعنا وندواتنا والحملته الانتخابية قال العنوان انا مصري. قلنا له ليه؟ قال أنا مصري معبرة عن كل حاجة، أنا مصري بحب أرض مصر، أنا مصري بحب وطني، أنا مصري بمعنى الكلمة. عشان كده إحنا هنكون مع الراجل اللي هيمثلنا إن شاء الله بإذن الله، واللي دايما بيقول أنا مصري. أنا مصري كلمة جميلة، كلمة معناها شامل، كلمة فيها كل المعاني اللي إحنا محتاجينها بعد كل المعاناة اللي عاناها الشعب، بعد كل المعاناة اللي عانتها الناس في الفترة الماضية خلال فترة التغيير. محتاجين لفعلا محتاجين فعلا لحد يقول أنا مصري. ولما قلنا له طب إحنا نقول مين؟ قالوا بس قولوا الأول أنا مصري عشان هو ده شعاري اللي أنا بحبه، وفعلا هو مصري من أرض مصر، كل هدفه هو حب مصر. هو إن شاء الله بإذن الله نتمنى إنه يكون عضونا البرلماني في الفترة القادمة، لأنه له تاريخ طويل وله باع طويل في العمل المجتمعي، في العمل السياسي، في العمل التطوعي من خلال الجامعات الأهلية ومن خلال الكثير. أنا مصري في الحقيقة، أنا حابب هذه الكلمة وأنتوا كمان هتحبوها. أنا مصري مع الحاج أبو زيد إن شاء الله بإذن الله هيكون برنامجنا الجميل، وهو بعنوان أنا مصري. امتدادا لعمل اللجان الشعبية سابقا، لقاءاتنا مستمرة مدام
هناك نبض ودم في شرايين الجسد. لقاءنا النهاردة لقاء بعنوان مستمر منذ ثورة 25 يناير، أنا مصري. ياريت الناس كلها 90 مليون داخل حدود مصر وخارج الحدود وفي كل بقعة من بقاع العالم ان يقولوا انا مصري. لو سألتك انت مصري قولي ايه؟ قولي مصري، ابني مصري وابني مصر الله عليك. لقاء آخر مع أحد الأعضاء بحزب الحركة الوطنية على هامش الندوة التي قام بها الحاج أبو زيد. نتعرف بحضرتك. هشام حسن يوسف، أمين التثقيف السياسي بحزب الحركة الوطنية. أستاذ هشام حسن يوسف، أمين التثقيف السياسي بحزب الحركة الوطنية، ماذا تفعلون أو تدعمون الحاج أبو زيد كمرشح عن حزبكم الموقف؟ والله احنا بندعم الحاج أبو زيد لأن احنا شايفينه شخصية محترمة وراجل فاهم ومثقف وراجل بتاع ربنا، ويعني شايفين فيه خير إن شاء الله، ونتمنى أن أغلب الأعضاء بتاع البرلمان يبقى على شكلته. إذن هل هناك شكل عملي لهذا الدعم للحاج أبو زيد؟ بالطبع احنا كلنا قلبا وقالبا معاه، لان احنا لقينا فيه الشخصية المناسبة اللي تستحق ان هي تكون مرشحة عن الحزب. عندما تكون هناك الكثير من الندوات التي يقوم بها الحاج أبو زيد في الدوائر، هل باستمرار يكون متواجدا اعضاء حزب الحركة الوطنية في مثل هذه الندوات؟ بالطبع، لان الحزب باكمله بيدعم الحاج أبو زيد، وان شاء الله نتمنى له التوفيق والنجاح باذن الله. الأستاذ هشام حسن يوسف، أمين التثقيف بحزب الحركة الوطنية، شكرا جزيلا. شكرا. شكرا لحضرتك. شكرا. عشان تقول أنا مصري لازم تتحلى بسمات المواطن المصري، مصر الحضارة، مصر الأديان، مصر الثقافات، مصر العلم والعلماء، مصر الأزهر. احنا كلنا لو سماتنا هتكون مكوناتها تلك العناصر التي تم سردها ببساطة في الكلمات السابقة، إن شاء الله ستعود مصر إلى الريادة. وعايز كل إنسان مصري، وأخص بالذكر الشباب، نحن لا نستطيع أن نفعل شيء بدون الشباب، بدون الشباب. لقاء آخر أيضا مع أمين الشباب بحزب الحركة الوطنية الأستاذ محمد كامل. برحب بك أستاذ محمد. مرحب بحضرتك، وتشرفت بحضرتك وباللقاء النهاردة بإذن الله، وبتمنى إن شاء الله بإذن الله يكون كامل الدوام بالنسبة للبرلمان بإذن الله. أستاذ محمد كامل، أمين الشباب، فيما طرحه الحاج أبو زيد في هذه الندوة اليوم كان يخص الشباب بالذكر، وكان يهتم بالشباب، حتى عندما تحدث عن الشباب قال اسمحوا لي أن أقف، يعني أنه وقف فعلا قدام الناس كلها. وهل هذا الملمح بصفتك أمين الشباب يعني ماذا يمثل لك؟ والله أنا بيمثلني أن الحاج أبو زيد بيدعم الشباب، لأن الخطوة الجاية بإذن الله هتبقى قائمة عن الشباب، يعني القوة كلها بالنسبة لمصر هي عن طريق الشباب، لأن الشباب هي الدفعة للبلد. من غير الشباب مش هيقدر البلد تقدر تخطي خطوة قدام. أستاذ محمد كامل، أمين الشباب، وأنت تقول أنك تشعر أو تجد أن الحاج أبو زيد كعضو مرشحا عن هذا الحزب يدعم الشباب، إذن أنت أمين الشباب، ماذا تدعم أو بأي شكل تدعم الحاج أبو زيد مقابل هذا الدعم منه؟ والله أنا بدعمه أول حاجة يعني من قلبي، ده واحد، لأن راجل مش هل قلبك يكفي؟
لا والله انا بكلمك بصراحه لان هو راجل صراحه مشرف وراجل يستحق المكانه ديت، وبنتمنى يعني ان هو بجد يبقى على قدر المستطاع ان يحاول ان هو ياخد الشعبيه اللي هو طالبها، لان هو شعبيته كبيره قوي في الدايره، وبنتمنى تلبيه احتياجات كل الناس، وهو مش هيأثر مع اي حد. هل تدعو الشباب بشكل عملي بصفتك امين الشباب لدعم الحاج ابو زيد او للحصول على اصوات من خلال برامج، من خلال ندوات؟ والله احنا بنقوم بالخطوه ديت بقالنا فتره كبيره عن طريق التثقيف للشباب وندوات، عن طريق مراكز الشباب، وعن طريق دورنا في الشارع، لكي نحاول ان احنا نفهم الشباب يعني ايه السياسه اللي جايه، ويعني ايه البرلمان القادم، ويعني ايه تاريخ الحاج ابو زيد، وان الراجل دوت راجل محترم، وبنتمنى يعني ان الحاج ابو زيد ان كل ارضيه الشارع المصري او بمعنى اصح دائره اهل السلام والنهضه تدعمه. فبنتمنى ذلك، وان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه، ويعني مش قادر اقول لك ان هو الله يعينه في الايام اللي جايه. اذا هناك ايضا دعم شخصي بعيدا عن الدعم الحزبي؟ والله الدعم الشخصي دوت من القلب، ربنا الاعلم بيه، لان احنا بنحبه لانه راجل محترم، وسيرته يعني الدنيا كلها عارفاها، والراجل ما بيأثرش مع اي حد في دايرته من قبل دخول البرلمان. واول ما فكر يعني ان هو حتى ينزل البرلمان كلنا دعمناه بقلبنا، واحنا اللي طلبنا منه نزول البرلمان عشان هو اكفأ واحد على مستوى ال 25 مرشح اللي نازلين في الدائره، وانا بقولها ولو اتحط وسط ال 25 مرشح، وانا بطلب لو المرشحين كلها بكف ان هم يقعدوا قدام الحاج ابو زيد ويتكلموا معاه، والناس كلها تعمل اجتماع بالنسبه ل 25 مرشح، انا عارف ان الحاج ابو زيد اكفأهم. إذا نجد من هذا الحوار أن الأستاذ محمد كامل أمين الشباب بحزب الحركة يدعو إلى مناظرة ما بين الأعضاء المرشحين، وهو يشعر تماما بأن الحاج أبو زيد سوف يكون على رأس هذه المجموعة بالخبرة إن شاء الله بإذن الله، أو يقول أن نجعل يعني نشوف في أرض الواقع تحسم هذا الأمر. هذا كلام طيب، وكان هذا هو حديث الأستاذ محمد كامل أمين الشباب عن حزب الحركة الوطنية عند دائرتي السلام أول والسلام سلام. في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في إيدي واسمي شهيد. في جسمي نار ورصاص وحديد، علمك في إيدي واسمي شهيد. بودع الدنيا وشايفك يا شبابنا. بنقول من أول 14 سنة الى 40 سنة هم دول املنا، هم دول القادرين على البذل والعطاء، وارجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون البرلمان بعد القادم برلمان شباب، لانه لو بقى برلمان شباب مصر ستنهض، وسيعلو شأن المواطن المصري في كل مكان. ارجع بالتاريخ الفرعوني، ارجع بالتاريخ القبطي، ارجع بالتاريخ الاسلامي، ارجع لعهد محمد علي، هتلاقي كل القيادات اللي رفعت اسم مصر شبابية. فإحنا لو اهتمينا بالشباب، تثقيف الشباب، إعطاء الشباب حقه المهضوم حقه على أرض مصر، هنلاقي تغير وجه العالم كله بشباب مصر. فأنا من هنا أقول لكل أم، لكل اب، اغرز العناصر الطيبة
جوه صدور الشباب المصري. وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون مصر في البرلمان بعد القادم حزب واحد لا مجموعة أحزاب، حزب واحد لا مجموعة أحزاب. بحبك يا بلادي. ولقاء هام ايضا على هامش هذه الندوة الخاصة بالحاج ابو زيد كعضوا مرشحا لمجلس الشعب ان شاء الله يدعمه حزب الحركة الوطنية في لقاء مع امين عام حزب الحركة الوطنية عن دائرتي السلام اول والسلام ثاني، ويكون هذا اللقاء مع الاستاذ رأفت راضي. برحب بيك استاذ رأفت. مرحب بحضرتك، ازيك استاذ عم. استاذ رأفت راضي بصفتك امين عام حزب الحركة الوطنية عن الدائرات التي تقع في نطاق الحاج ابو زيد، ماذا انتم فاعلون او كيف تدعمون مرشحكم في هذه المسألة؟ اولا قبل اي حاجة انا بشكر اعضاء هيئة المكتب واعضاء الحزب الحركة الوطنية المصرية اللي شرفونا النهاردة في المؤتمر ونجحوا المؤتمر الحاج ابو زيد اللي هو مرشح حزب الحركة الوطنية المصرية. والحاج ابو زيد من القيادات اللي هي مرموقة جدا في السلام والنهضة، وله باع في العمل السياسي والعمل الشعبي، لذلك الحزب اختاره ممثلا عن حزب الحركة الوطنية لأمانة السلام أول وتاني. إذن الحزب الحركة الوطنية يجد في الحاج أبو زيد المواصفات التي قام بإدعها أو بوضعها حزب الحركة الوطنية والمبادئ التي يقوم عليها الحزب؟ طبعا 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 طبعا. الحزب هنقول هو لسه ليس بيده يعني حاجه انه ممكن يقدر يتكلم مع المسؤولين، رغم ان هو ليه باع مع المسؤولين بيقدر يتكلم معاهم، لكن احنا بنقول من خلال الحزب، الحزب ليه تواصل مع المسؤولين زي الصرف الصحي، زي الاناره، زي هيئه تجميل القاهره. اي التجميل القاهره اللي هي موجوده عندنا في حي السلام تاني وحي السلام اول، متمثله في المهندس مدحت والاستاذ محمد فرج، واحنا عملنا تواصل معهم وعملنا شغل على ارض الواقع في منطقه اسمها اطلس 240 واطلس 760 والمحموديه 960، وبدانا العمل شغال دلوقتي، رفعنا بعد القمامه وعملنا في الصرف الصحي شغل كويس جدا جدا. وبعدين الحاج ابو زيد لما جه في منطقه موجوده عندنا مصروف لها من سنتين مبلغ 1450 مليون 450 الف جنيه للصرف الصحي اللي هيقع فيه حوالي اكتر مش من 11 عماره، هيقع فيه اكتر من 23 عمارة. وللأسف الشيك ده موجود جوه درج رئيس حي، كل رئيس حي يجي الشيك موجود. الحاج ابو زيد تبرع مشكورا ان هو هيقوم ب 11 وحدة سكنية هيغير الصرف الصحي بتاعه، وده شيء كويس. هناك قال الحاج ابو زيد خلال الندوة ان هناك اكثر من 25 مرشح لعضوية مجلس الشعب عن هذه الدائرة السلام اول والسلام ثاني، ولكن حزب الحركة الوطنية يدعم فقط السيد ابو زيد او الحاج ابو زيد. هل هذا بناء على توصيات؟ هل هذا بناء على اختيار؟ هل هذا بناء على ايه بالظبط؟ لا، وترشح للحزب اكتر من واحد، واختير الحاج ابو زيد بعنايه دقيقه جدا، لان طبعا هم بيعملوا بحث على المرشح اللي قدم نفسه، فكان في اكتر من ثلاثه تقدموا اختاروا منهم الحاج ابو زيد. احنا عندنا مرشحين، في مرشح تاني بتاع الجبهه هينزل مع الحاج ابو زيد هندعمه غير القايمه، يعني دول موجودين، فاحنا خدناه بعنايه قويه جدا يعني. لذلك احنا دلوقتي هنسنده ان شاء الله في الايام الجايه، وبامر الله هيكون هو الممثل للحزب بامر الله. المساندة هنا نوعان، نوع من التوصيات لحزب الحركة الوطنية ونوع آخر من تلك الأشخاص نفسهم. هل تؤيدون الحاج أبو زيد كحزب حركة وطنية ولا تؤيدونه كواحدا منكم؟ لا، أول حاجة واحد مننا، احنا اللي يعني احنا اللي اخترنا الحاج أبو زيد ان يمثل الحزب عندنا، فهو راجل واحد مننا. طبعا ما تنساش ان التعليمات الأساسية بتاخدها عندك من أمانة العاصمة المهندس ياسر قورة، انت بتاخد منه التعليمات بتاعتك، وهو اللي رشح الحاج ابو زيد. التقديم بتاعه كان فين؟ في امانه العاصمه، وامين العاصمه اختار الحاج ابو زيد وبعنايه دقيقه جدا في الهيئه العليا لامانه الحزب الحركه الوطنيه المصريه. فهو دلوقتي الراجل كويس جدا يعني، احنا ما نقدرش نقول اي حاجه لحد دلوقتي. طيب، اذا كان هذا هو حديث السيد رأفت راضي امين عام الدائره عن حزب الحركة الوطنية، وهي دائرة السلام أول والسلام ثاني، وحديثا طيبا. ولكن الحديث موصول باستمرار، تابعونا حول التغطية على هامش الندوة التي قام بها الحاج أبو زيد اليوم كأحد البرامج الانتخابية للحاج أبو زيد بعنوان أنا مصري.
مع احترامي لجميع الاحزاب، انا عايز مصر تبقى حزب واحد، يد واحدة، قلب واحد، نبض واحد، شعور انك انت مصري. والله اللي بيسافر في اي دولة مهما كانت ومهما يتحدثون عن البلاد والتقدم والمدنية، لن تجد افضل من الانسان المصري. ودون تعصب لمصريتي، المصري هو ابو العالم كله، وهو ابو الحضارة وابو الثقافة وابو الايمان. فارجو من الله سبحانه وتعالى ان يكون هذا النبت الطيب من خلال الام المصرية الطيبة. احنا بنقول ام مصرية، ما نفرقش. اللوبي الصهيوني يريد ان يشتت البلاد وتنجرف البلاد لمثل ما حدث في بلاد اخرى. ارجو من الله ان يحفظ مصر، وهي محفوظة باذن الله بكلام الخالق سبحانه وتعالى الى قيام الساعة، بس عايزينها تبقى سريعة محفوظة. لكن القوة فين؟ قوتنا هتنبع من شبابنا، قوتنا هتنبع من اقتصادنا. انا متحيز للشباب والاقتصاد. في لقاء اخر ما زلنا نتابع والحديث موصول على هامش الندوة التي قام بها الحاج ابو زيد، وكان لقاء مع السيد وافي رامخ مبارز، وهو الامين المساعد لحزب الحركة الوطنية المصرية. برحب بك استاذ وافي. اهلا وسهلا بك يا باشا. استاذ وافي، انتم كاعضاء حزب الحركة الوطنية، ما هو الشكل العملي الذي تدعمون به مرشحكم الحاج ابو زيد؟ الحاج ابو زيد من حظ الحركة الوطنية ان الحاج ابو زيد من الشباب السياسية، القيادات السياسية جدا، والشباب اللي فاهمه وعندها وعي ثقافي جدا. ومن حظنا في دائرة السلام والنهضة عن الحاج ابو زيد انه من الشباب المحبوب جدا على مستوى الناس هنا، على مستوى السلام والنهضة. والحمد لله يعني بيقوم معانا باعمال كتيره جدا في عمليه النظافه هنا، في عمليه الصرف، المسؤولين مع رؤساء الاحياء، مع التامين، مع الصرف، مع الصرف الصحي، مع الشؤون الاجتماعيه. بينفذ مشروعات كتير لبعض الشكاوي للسكان هنا، بيمر كل يوم في منطقه ومنطقتين ثلاثه كده، بيمر معانا على الاحياء هنا على عمليه النظافه. ومن الناس المحبوبه جدا ان شاء الله كده، وربنا يوفقه. إذن هناك قناعة شخصية بعيدا عن القناعة الحزبية لتأييد وتدعيم الحاج أبو زيد كعضوا إن شاء الله في البرلمان القادم، هناك قناعة شخصية منك شخصيا؟ نعم، قناعة شخصية مني للحاج أبو زيد، لأنه شخص مثقف جدا وصاحب مدارس خاصة، ومش محتاج طبيعي للحزب أو محتاج لأي حاجة، وبيعمل أعمال خيرية. نعم. فإحنا بندعمه لأنه شخصية محبوبة من جميع الناس هنا. نعم. وقايم بأعمال خيرية جميلة جدا. البرلمان القادم من أهم البرلمانات واللحظات الفارقة في تاريخ مصر، وخصوصا بعد ثورة 30 يونيو التي أسفرت عن أن الفريق أو سيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي أصبح رئيس الجمهورية. فهل تجد أن الحاج أبو زيد في هذا البرلمان القادم من الممكن جدا أن يقدم الشكل المطلوب لهذه الفترة؟ نعم، من وجهة نظري أنا شخصيا أن الحاج أبو زيد إن شاء الله هو الشخص المناسب اللي هيقدر يقود المرحلة الجيدة إن شاء الله، لأنه عنده الإمكانيات عن كل شيء. رجل سياسي، رجل دارب ابن المنطقة، دارب الناس كلها، عايش الواقع، عايش الواقع على أرض الطبيعة عندنا هنا في مدينة السلام والنهضة، غير أي مرشح تاني لسه ما عندوش أي خلفية. السيد وافي رامخ مبارز، أمين مساعد حزب الحركة الوطنية المصرية عن دائرة السلام أول وثاني، بشكر حضرتك. شكرا يا فندم. بصفتي نبذة سريعة للجمع الطيب اللي جاي النهاردة في أنا مصري، يعني في حب مصر، أقول أنا مين في عجالة بسيطة حتى يعرف القاصي والداني من هو العبد الفقير إلى الله
أبو زيد أحمد عبد العزيز خليل خادم لهذا الشعب وبصفة خاصة لمدينة السلام. أنا خدام لأهل مدينة السلام. السلام هي السلام، ولا نريد أن يكون هناك نهضة سلام تاني ولا سلام أول، إحنا كلنا سلام ومصر بلد السلام. معا بكل القلب، معا بكل الحب، معا إن شاء الله بإذن الله ندفع بيه مرشحنا، معا ندفع بيه أستاذنا الفاضل الرائد في المجال التعليمي الحاج أبو زيد. الحاج أبو زيد هو في الحقيقة ليس بالرجل العادي، ولكنه رجل مميز. الحاج أبو زيد في الحقيقة هو طبعا من الناس اللي قدموا في السنوات الماضية الكثير لهذا الوطن من خلال مجاله في العمل التعليمي، باعتبار أنه طبعا رائد في هذا المجال، وهو صاحب المؤسسات، مؤسسات الطاهر أبو زيد التعليمية. وطبعا هو يعتبر ابن هذه المنطقة وابن هذه المناطق. طبعا الحاج أبو زيد معروف أنه هو لن يتوانى أنه يكون دايما في الشارع، الشارع المصري، وطبعا في الدوائر الخاصة به، وهي دوائر مدينة السلام أول والسلام ثاني. الحاج أبو زيد لا ينفصل أبدا عن الناس، الحاج أبو زيد باستمرار بين الناس، وهو رجل فاضل تقي، رجل يعرف الله عز وجل، وفي نفس الوقت له باع كبير جدا جدا في العمل المجتمعي والعمل السياسي. عشان كده هو اختار شعار أنا مصري. كل هذه الجموع اللي انتوا شايفينها اللي بتتوافد دي مجرد بس ان هو تم الإعلان عن عمل ندوة. الحاج أبو زيد كل الحبايب دول كلهم جايين عشان خاطر يحضروا الندوة، وليست بالندوة الأولى ولا الأخيرة، وليست بالندوة الوحيدة، ولكنه باستمرار تتدافع الناس بكل قوة علشان خاطر بتحب الحاج أبو زيد، تتدافع الناس بكل قوة عشان خاطر بتحب تسمعه لأنه صادق في حديثه. علشان كده إن شاء الله بندعوكم معنا باستمرار من خلال الندوات المتعددة والكثيرة، إن إحنا باستمرار نتابع الحاج أبو زيد. لكن يا ترى إحنا محتاجين حاجات كتير قوي في هذه المنطقة، محتاجين لمرافق حكومية والمؤسسات حكومية، محتاجين لإنارة لرصف، محتاجين للقضاء على البطالة، محتاجين للملف الصحي، محتاجين لملف الفقراء. ناس كتير جدا محتاجة للتأمينات، شباب اللي هم بيعملوا باليومية، شباب كتير جدا، الميكانيكي والنجار والاسترجي والعامل البسيط والسباك، كل الناس دي كلها ليس لها غطاء تأميني في هذه الدوائر. هل من الممكن الحاج أبو زيد النهاردة نأمل أنه هو يوفر ليهم هذه المسألة؟ هل ممكن يوفر ليهم أشياء كثيرة ومشاكل متعددة؟ هل باستمرار حيوفر ليهم الشكل الجميل في البيئة والنظافة؟ هل باستمرار زي ما بيأملوا منه؟ لأن دي كانت جهوده وكانت أعماله منذ زمن بعيد جدا، بعيدا عن العضوية. الناس هي اللي قالت له رشح نفسك يا حاج أبو زيد، الناس اللي طلبت منه أنه يكون عضو برلماني رفض. فعلا ناس كتير بعتت له قالوا لا احنا فعلا محتاجين لك، لانه هو فعلا ده هو يعمل في كثير من الجمعيات الأهلية، مشارك في كثير جدا. طبعا انا مش عايز اقول الحاج أبو زيد قد ايه، يعني مش عايز اقول الكلام ده عشان هو بيحبوش، لكن ساعد الكثير من الناس في زواج بنات كثيرة جدا، في اشياء يعني انا مش عايز اتكلم فيها، في حاجات تخص الصحة، في حاجات تخص اشياء كثيرة. المهم اللي انا عايز اقوله باختصار شديد جدا، احنا مع رجل يقول أنا مصري. أنا مصري كلمة جميلة قوي، وإحنا كلنا عايزين نتعود على ذي الكلمة ونرددها، وهو شعار الحاج أبو زيد أنا مصري. لو سألتك أنت مصري قل لي إيه؟ وسنترك الفرصة لكل إنسان أن يعبر عن ما يجول بخاطره أو يجي شبه صدره، حتى نخرج ما في أنفسنا من هموم ونلتقي على حب مصر. الحاج أبو زيد من مواليد سنة 60، قرية بسيطة
اسمها قرية كفر الباشا التي كانت تتبع لاسم المطرية بمحافظة القاهرة. اسم المطرية ما كانش فيه لا اسم مرج ولا عين شمس ولا سلام أول ولا سلام تاني، كان كلنا اسم المطرية. حاصل على الثانوية العامة من مدرسة الخنكة الثانوية بنين بمحافظة القليوبية، وكنت رئيس اتحاد طلاب مدرسة الخنكة الثانوية بنين. هي مش حب قيادة ولا حب ريادة، انا كنت من القاهرة ولكن تم انتخابي بالاجماع ممثل لرئيس اتحاد طلاب مدرسة الخنكة الثانوية بنين سنة 1977 و 1978. انتوا عارفين السنة الدراسية زي ما احنا فيها، بنقول 2014 2015. وتم انتخابي ممثل النشاط الاجتماعي على جميع مدارس محافظة القليوبية بالاجماع في عام 1978. ده اول عمل كنت بقوم بيه واقود بيه شباب، ولذلك انا بحب الشباب. مارست الرياضة، رياضة كرة القدم منذ الصغر، ورحت على ملاعب كتيرة وناس كتيرة قابلوني، اهلية ابو زعبل، الاهلي، الزمالك، السكة الحديد، ولكن لصعوبة المواصلات لم اكمل مسيرة الرياضة في اي نادي من الاندية، لان كنا بنتكبد 3 ساعات مواصلات من قرية كفر الباشا عشان نصل الى نادي الزمالك او النادي الاهلي او اهلية ابو زعبل. فهي دي كانت مشاكلنا. مصر الان الحمد لله مفيش مشاكل لا في الطرق ولا المواصلات، احنا في خير كبير موجود في بلدنا. ثم تخرجت من كلية التجارة جامعة عين شمس قسم المحاسبة بتقدير جيد، ثم اتممت الخدمة العسكرية بسلاح المدفعية بالجيش المصري في عام 85، قدوة حسنة، وكنت في اللواء 190 مدفعية بمنطقة كسفريت، وتعلمت الكثير أثناء تواجدي بسلاح المدفعية في منطقة الجبهة، وتذكرت أبطال مصر في حرب 73 اللي غيروا منظومة العسكرية في العالم وأعطوا العالم والجيش الصهيوني الإسرائيلي درس لن ينسوه أبدا. يا بلادي يا بلادي أنا بحبك، يا بلادي يا بلادي. نتعرف بحضرتك. أنا اسمي سيد أنور محمود، الأمين المساعد لحزب الحركة الوطنية أمانة السلام أول وتاني. طيب النهاردة أنتوا في فعاليات أو الندوة الخاصة بالحاج أبو زيد كعضو مرشح للشعب وكده، يعني كلمنا بقى عن دوركم في مع الحاج أبو زيد. والله الحاج ابو زيد كمرشح لحزب الحركه الوطنيه هو قال هو عايز يعمل يعني زي يوم تعارف بالنسبه للناس، علشان برضك كل واحد يعرف مين هو المرشح بتاعه. احنا مش عايزين نعمل زي زمان كل واحد ينزل وينتخب المرشح بتاعه من غير ما يعرفه، فهو عايز يقدم السي في بتاعه علشان كل واحد يعرف مين هو الحاج ابو زيد. وبيقول انا مش شرط عندي ان انتوا تنتخبوني، لا اقعدوا مع ناس تانيين، في 25 مرشح على مستوى السلام اول وتاني، اقعدوا معاهم لو لقيتوا حد افضل مني رشحوه، بس انا عايز اعرفكم برضك بنفسي علشان تبقى الامور فيها شفافيه وعارفين كل واحد مين هو المرشح بتاعه. طب انتوا كحزب حركه وطنيه اكيد ليكم دور، بيبقى ايه دوركم مثلا مع الحاج ابو زيد في الدعم؟ والله احنا دورنا هو التوعيه، احنا عايزين نوصل للمواطن مين هو الحاج ابو زيد او مين هو غيره. والله مش مشكله الحاج ابو زيد بشخصه، يعني ممكن يكون اي شخص اخر يكون فيه صفات مميزه عن الحاج ابو زيد، لا عايزين برضك نوعي الناس ونفهم الناس مين هو المرشح اللي ممكن يقودهم في المرحله اللي جايه وممكن يعديهم ببر الامان ان شاء الله.
طيب وانتم شايفين ان شاء الله انه بالنسبه للحاج ابو زيد يعني ان شاء الله باذن الله يعني انتم في راحه نفسيه واختيار جيد. انا يمكن سالت الحاج ابو زيد سؤال جميل جدا وهو اجابني عليه بمنتهى الجمال. بقول له انت ليه مش عايز تعمل يوفت وتعلقها علشان الناس تعرفك؟ قال لي انا يعني قال صلى الله عليه وسلم البطون الجائعه خير من الصدقه في بيت الله الحرام. اليافطه اللي انا هكلفها 100 جنيه ولا 200 جنيه اولى بيهم واحده بتربي ايتام. وهذه الجمله طبعا يعني اثرتني جامد جدا وعرفت ان هذا الرجل هو مثال للأخلاق الحميدة. إذن هو حديث الأستاذ سيد أنور وهو أمين مساعد بحزب الحركة الوطنية، وحزب الحركة الوطنية يدعم بكل قوة الحاج أبو زيد كعضوا مرشحا للبرلمان القادم. أشكرك. متشكرين جدا وإن شاء الله التوفيق من عند ربنا بإذن الله. شكرا جزيلا. عندنا الأربع بنوك قطاع عام كانوا تحت لواء البنك المركزي المصري في عام 85 29 4 سنة 85. بنك القاهرة فرع عدلي، بنك القاهرة، البنك الأهلي، بنك اسكندرية، بنك مصر. أنا كنت أحد موظفي بنك القاهرة وخرجت على المعاش المبكر في عام 2002 12 7 2002. أنا اشتغلت في ثلاث أماكن في بنك القاهرة عشان اللي عايز يعرف تاريخ الحاج أبو زيد: بنك القاهرة عدلي، بنك القاهرة رقصي، بنك القاهرة العبور، وكان بنك القاهرة العبور أقل لأن قعدت فيه حوالي 7 أشهر فقط لا غير. بعد كده قمت بإنشاء مدرسة خاصة في شارع الترولي امتداد شارع جمال عبد الناصر خلف مدينة الحرفيين. ودي جبتها منين يا جماعة؟ قطعة أرض كان تركها لي أبويا ميراثي عن والدي، بعت نصفها أو أكتر من النصف وأقمت مدرسة خاصة تعليم أساسي وتعليم ثانوي. ثم شاء القدر أن تنزل قرعة في العبور، تقدمت للقرعة بنظام المظاريف المغلقة والحمد لله رب العالمين. خدت قطعة الأرض اللي احنا قاعدين فيها دلوقتي وأنشأت عليها المدرسة في عام 2013 2014، وده مصدر مالي اللي موجود إلى حد دلوقتي. التحقت بالعمل الشعبي من خلال مساهمتي في جميع أو جزء من الجمعيات الأهلية المحترمة، الجمعيات الغير كرتونية. يعني إيه؟ في جمعيات في مصر، جمعيات اسمها الجمعيات العائلية، عمل جمعية له لأسرته، لكن إحنا بنشوف الجمعيات المحترمة اللي بتضم مصريين مش مقصورة على العائلات. لا، احنا عندنا جمعيات محترمة بنمد ليها يد العون. يكفي، مش هنقول بالمال، احنا يكفي ان احنا بنعرف ناس محترمين عايزين بفكرهم يخرجوا بمصر الى بر الامان، وجمعيات كتيرة موجودة وبيحضرنا ناس من تلك الجمعيات حاليا. فارجو من الله سبحانه وتعالى ان يتم ناخد مأخذ هذه الجمعيات ونسلك سلوك هذه الجمعيات التي من خلالها سيتم رفع شأن جميع الأماكن اللي موجودة في مدينة السلام، سلام أول وسلام تاني، عشان ما نزعلش الناس اللي جايين ويقولوا احنا سلام أول وسلام تاني. لا، سلامنا سلام أول وسلام تاني. اشتغلنا كتير وعملنا كتير، وتم انتخابي ممثلا لأصحاب المدارس الخاصة على إدارة السلام، وأصبحت من ضمن الثلاث أعضاء اللي بيمثلوا المدارس الخاصة من ضمن 32 صاحب مدرسة أو موجود أو رئيس مجلس إدارة أو ممثل قانوني على مستوى إدارة السلام. وتم انتخابي الممثل من ضمن الثلاثة ممثل لإدارة السلام في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وتم تعييني في جمعية أصحاب المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية أن أكون عضو بالتعيين وليس بالانتخاب.
وأنا بشكر كل زملائي وأعضاء جمعية المدارس الخاصة على مستوى الجمهورية في كل محافظات مصر أن أنال هذا الشرف دون غيري أو مع زملائي المحترمين. وأشكر الأستاذ المندوه الحسيني والحاج علي الخطيب لازم أذكرهم، والحاج خليفة والدكتور إمام والحاج فتحي سابق اللي اختاروني مع إن أنا دخلت المنظومة معاهم متأخر في سنة 2000، وفي مدارس أخرى تم إنشائها من سنة حاجة و80 في أوائل التمنات، فكونهم يجيبوا الحاج أبو زيد بالتعيين يصبح ممثلا حتى يلتقي بجميع القيادات التعليمية من أكبر قيادة لأدنى قيادة، فده شرف كبير ليا ومنة من الله سبحانه وتعالى لن أسعى إليها، ولكن أتت إلي بحب الناس. فأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يضع المحبة في قلوبنا جميعا كمصريين دون تحزب ودون نظر إلى المعتقد، وأن نتذكر المشترك وهو مصرنا الحبيبة. بلادي أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي أنا بحبك يا بلادي، يا بلادي يا بلادي أنا بحبك. يا جماعة احنا لما كنا واقفين وبنقول تحيا مصر كان جسمنا بيرتعش ويرتعد، دلوقتي لما تذكر مصر ناس كتير عايزاها تقع. من اراد بمصر خيرا وفقه الله لكل خير، ومن اراد لمصر سرا اللهم اجعل كيده في نحره يا رب العالمين. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن تكون حياتنا بهذا النداء أفعال لا أقوال، كثيرون يقولون ولا يعملون. لا نريد هتاف، مصر دلوقتي عايزة عمل، عمل للشرفاء. وأنتوا دلوقتي بنقول حاجة، أتى الحاج أبو زيد وأتيتوا إلى الحاج أبو زيد أهلا وسهلا بيه، ولكن من وجد مرشح في الخمسة وعشرين اسم اللي موجودين في كشوفات الانتخاب افضل من الحاج ابو زيد وسألته عنه ادوله صوتكم، انا عايز الصوت يروح للحق. لان الحمد لله انا ملك، انا ملك، انا ملك. لماذا؟ لاني املك قوت يومي واملك هذه الهدمة التي ارتديها، فانا حست الدنيا بحذافيرها ولا اريد غيرها ذلك. ناس مليانة فلوس ومش قادرة تشرب بق مية، ايه الفلوس هتعمل لها ايه؟ ناس معاها فلوس وعندها زوجة فاسدة مش عايزينها، ناس عندها فلوس وعندها اولاد فاسدين مش عايزينها، ناس معاها فلوس وبتدوس على الغلابة مش عايزينهم، احنا عايزين تطهير النفوس. شوف يا مصر وشك بخير. لقاء اخر على هامش هذه الندوة الرائعة التي قدمها الحاج ابو زيد بعنوان انا مصري. انا مصري كان عنوان هذه الندوة، وهو عنوان جميل، والمقصود والهدف منها هو احد الندوات او احد المراحل الانتخابية او المراحل في البرنامج الانتخابي للحاج ابو زيد، ولقاء اخر ايضا مع احد اعضاء حزب الحركة الوطنية المصرية. اتعرف بحضرتك. محمد عبد الرحمن مجاهد، عضو هيئة المكتب حزب الحركة الوطنية المصرية. أستاذ محمد عبد الرحمن مجاهد، عضو هيئة المكتب بحزب الحركة، ما هو الشكل العملي الذي اليوم هناك ندوة قام بها الحاج أبو زيد وأنا أجد الكثير من أعضاء حزب الحركة الوطنية متواجدين، هل في كل ندوة يحدث هذا؟ والله هو الحاج أبو زيد بالنسبة لنا عضو بارز، تمام، من الشخصيات المحبوبة والمرموقة جدا في الدائرة بتاعتنا، وإحنا اللي دفعنا به الأمام إن هو ينضم لحزب الحركة الوطنية، وبالتالي إحنا كلنا هنسنده. كلكم هتسندوه. إذن هناك شكل عملي لهذه المساندة وهذا الدعم؟ نعم، بعمل مؤتمرات، احنا هنسنده عن طريق عمل مؤتمرات،
عمل ندوات في الشارع. في عندنا مشاكل كتير قوي في الدايره، هو اكتر الاشخاص ملم بالمشاكل الموجوده في الدايره، منها مثلا الاسكان، منها القمامه، منها المستشفيات، منها التعليم، مشاكل كتير قوي هو على درايه بيها، تمام. واحنا بندعمه ان شاء الله كلنا، احنا والاسره والاهل والاصحاب والاصدقاء، واحنا كحزب الحركه الوطنيه لابد ان ندعم شخص زي مثل هذا الرجل لكي يعبر بنا الى الامام. الحاج محمد مجاد، وانت رجل اعمال، وانا اعلم من لديك يعني كافي شوب او محل من هذا النوع، وهي تواجد للناس في الشارع المصري، هل تقومون بعمل مؤتمرات ودعوة للناس في هذه المقاهي؟ نعم، لقد قمنا بعمل مؤتمرات وندوة بحضور السيد ابو زيد واعضاء من حزب الحركة الوطنية. وجدنا الآن أن في أرضية واسعة النطاق بالنسبة للحاج أبو زيد من حب الناس لي، مدى مصداقيته في الكلمة، وإذا وعد صدق فهذا الرجل يستحق مننا المساندة. إذن أنت تجد من خلال هذه الأعمال الجميلة التي تقوم بها من خلال محلك التجارية، هذا هو الشكل العملي لدعم الحاج أبو زيد. تمام يا فندم، نتمنى للحاج أبو زيد التوفيق، ونتمنى للحزب الحركة الوطنية دائما في تقدم وازدهار. شكرا لحضرتك. الحاج محمد مجاهد، عضو هيئة المكتب، هل تجد أن إذا ربنا أكرم الحاج أبو زيد وأصبح عضوا بارزا في البرلمان القادم، هذا تكليفا له أم تشريفا له؟ والله هو ده تكليف له من قبل حزب الحركة الوطنية المصرية، وهو رجل قوي من حيث الأسلوب، من حيث الحديث مع الجمهور، له شعبية واسعة، له في الخير كثير جدا جدا، ولقد رأيت هذا بعيني، وهذه شهادة أمام الله سبحانه وتعالى، أنني رأيت هذا الرجل في أكثر من موقف يقوم بعمل الخير. وكان هذا هو حديث الأستاذ أو الحاج محمد مجاهد، رجل الأعمال وعضو هيئة المكتب. شكرا لك. شكرا لك يا فندم، بالتوفيق إن شاء الله. شكرا جزيلا. وأيضا هناك الكثير من اللقاءات مع أعضاء حزب الحركة الوطنية الذين يدعمون بكل قوة الحاج أبو زيد في هذه المؤتمرات وهذه الندوات. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، ايدنا في ايدكو نعمل معجزات. أرجو من الله سبحانه وتعالى أن نكون خدام لمصر وخدام لمدينة السلام. مشاكلنا في السلام معروفة، هي مشاكل العشوائيات جميعا. مشاكلنا هي الفساد الإداري الذي استشرى في مفاصل أجهزة الحكم المحلي في مصر. فإحنا لو طهرنا أجهزة الحكم المحلي اللي فيها ناس أطهار وأحسن مني، ولكن ننقل لهم الصورة. ولكن أنا أقول حاجة للشباب يا جماعة، اسمحوا لي أقف لأن أنا بحب الشباب. يا شبابنا، لما تيجوا تطلبوا من أي مسؤول في الدولة حاجة، اجمل في الطلب، اطلب بأدب، لأن لو طلبت بأدب بإذن الله طلبك مجاب. وما تندفعش، شبابنا مش عايزين اندفاع، عايزين قعدة، عايزين صبر، عايزين إخدام على الحق، عايزين نقتحم الصعاب بيكو. فعايزكم تبقوا محترمين، لان انتوا اساسا محترمين، ومش عايزين حد يصور مدينة السلام ان هي مدينة مش عارف الاباطرة، مدينة الجبابرة، مدينة الفاسدين. والله في السلام اطهر ناس موجودة في السلام. انا مصري، عايز كرامة المصري، عايزين كرامة البني ادم المصري، عايزين نقول للبني ادم المصري انت مصري بحق. امتى؟ لو احترمنا بعض، لو احترمت رئيس الحي باذن الله هيحترمك، لو احترمت المأمور هيحترمك، لكن لو جرى عليك رئيس الحي، جرى عليك السيد المأمور، جرى عليك رئيس المباحث في يوم من الايام يمكن اخطأ، نقعد ونقول له من خلال القنوات الشرعية المحترمة، احنا عايزين مصرنا كلها، كلنا نحب بعض، كلنا نبقى ايد واحدة مع بعض. يا جماعة
احنا ان شاء الله رب العالمين مقدمين على برلمان، ارجو من الله سبحانه وتعالى ان يرزق مصر اعضاء مجلس شعب جايين فعلا من نبض الشعب، وان تكون باذن الله الانتخابات القادمة انتخابات نزيهة شريفة تأتي بالصالحين لا للفاسدين. واعلم من اعطاك المال سيأخذ من مصر الكثير ولن يعطيها، من اعطاك المال لتعطيه صوته سوف يأخذ من مصر الكثير ولن يعطيها، فارجو من الله سبحانه وتعالى ان نكون جميعا على قلب رجل واحد باذن الله ونجيب الناس المحترمين. لو سمحتوا اي حد بيتكلم سيبوه يتكلم، لانه ممكن تكون جواه حاجه، ما تحرجوش الناس. بس هي بنعمل ايه؟ بعد ما نخلص هنقعد معاكي لو سمحتي ونقول لك ايه اللي انت عايزاه، عشان ادب الحديث اذا تحدث الاخر انصت اليه الاخر حتى نخرج الجلسه جلسه محبه، ولكن لابد وان نصبر على من لا يعرف. ماشي، فارجو من الله سبحانه وتعالى ان يجمعنا على خير وان نلتقي على خير وان نفترق على خير وان نجلس في مجالس الخير ونبتعد عن مجالس السوء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو بتناديكو، ادنا في ايديكو نعمل معجزة. مصر فاتحة لكم ايديها، كله يتراهن عليها، مصر تاني هتبني الاهرامات. كنت حزين ان انا شفت تلك المشاكل، وهي ال 11 بلوك شبه هيبقوا قايلين للسقوط بسبب الصرف الصحي وعايزين حاجات بسيطة. فانا قلت للناس شوفوا لي، اصلا مش حد فلوس، شوفوا لي سباك محترم في ال 1300 وحاجي بنفسي، عشان انا ما بسرقش، انا عرقان في فلوسي، فلما طلعها هطلعها صح مش هديها لحد. عشان اقول هعمل بروح اشوف بنفسي. فلحد دلوقتي، لحد دلوقتي يا استاذي، لحد دلوقتي انا ما شفتش حد بعت لي سباك كويس عشان ابدا اجيب الكم كوع اللي هيتحطوا والكم ماسوره اللي محطوطين. ومن دلوقتي ان شاء الله رب العالمين لو هنبدا هنبدا ما دام وعد اذا وعد صدق. لا نتحدث، بتهيألي الأستاذة عايزة تقول كده. أي يا جماعة حد عنده أسئلة وأنتوا بتسألوا دلوقتي مواطن زي زيكو، اتفضلي. حاضر 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 يا فندم، حاضر يا فندم. ابداي حضرتك هاتي من النهارده، انا قلت للرجاله، انا قلت لحضرتك تحت امرك ابداي النهارده وهاتي ضوء الهلال الاحمر والدكتوره نازله والاستاذ احمد نجيب فوق دماغنا من فوق الاستاذه فاطمه، ابداي هاتي النهارده وهنزل اشتري الحاجه معاكي باذن الله. وفي رجاله النهضه موجوده، الحاج محمد الصعيدي والاستاذ رافض موجودين معاكو، هنعمل اللي انتوا عايزينه النهارده. حاضر 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 حاضر، وهنكلم الباشمهندس اسعد ابو النجا، ده زميل دراسه، واول مره اعرف لما نزلت النهضه ان الباشمهندس اسعد ابن بركه الحاج اللي هي جنب كفر الباشا هو مدير الصرف الصحي بالنهضه، وابن عمي الاصغر
عبد الرحيم ابراهيم ابو خليل هو مدير الصرف الصحي بالسلام. فاي مشاكل في الصرف الصحي في السلام والنهضة اتصلوا بيا، انا هقوم مدير الصرف الصحي من نومه ده او ده، ده ليه حق عليه القرابة والتاني حق ان انا كنت صديقه وجاري، فلازم يقوموا دول ناس بيتقوا ربنا ان شاء الله رب العالمين. اي سؤال تاني يا فندم؟ الحمد لله رب العالمين. الى الرضا ان شاء الله باذن الله اذا ربنا وفقك بامر الله. له بالنا من مدينه شويه ما فيهاش حاجه، مش حاجه لنفسك، برضه حاجه عامه. بارك الله فيك. المستشفى في ناس بقالها كتير ما معهوش حاجه تذكره، بلاقيهم ودي ناس بيتهم مرميين في المستشفى ما حدش سال عنها. ايوه. المدينه في اول شارع من عند الاهلي كده، شارع الاسم لحد ما هو تسبيقه هو ده الشارع اللي فيه في المدينه كلها، شوارع التانيه كلها مكسره ومجاله طبعا ادرى مني بالمدينه كلها. فالشارع الجديد اللي جاي من اوله لاخره ولا في رئيس حي ولا في مهندسين، رئيس الحي المهندسين مع احترامي ليهم بيشوفوا الحاجه اللي هي خراب عايزين تنهد عايزين يقفشوا يعملوا، لكن يعملوا حاجه صح محدش بيعملها. انا مش هتكلم في كده خالص، انا ليا لقاء معاك بعد امر الله بامر الله وربنا يكرمك وتمسك ليلة، وطالب عنك بحق الشعب وحقك ان انت مصري وتحيا مصر. شكرا للحاج، اسلوب طيب وكلام طيب من رجل طيب، وانا بوعده ان احنا الحمد لله العلاقه طيبه، بس موجود نوع القمامه اللي موجوده يا جماعه في الشوارع، شركات تم التعاقد معاها من النظام السابق والعقد شغال ل 2017 مش هنقدر نغيره، لان ديت يعتبر حاجات سياديه مع دول اخرى. لو سمحت يا حاج وافي عشان حاج صبحي، فان شاء الله رب العالمين مشاكلنا مع النظافه ممكن نحلها، وممكن مدينه السلام من خلال جمعيتين محترمتين يتم انشاء شركات خاصه للنظافه، لان النظافه دي بتجيب فلوس ذهب. احنا عندنا الزبالة بتاعتنا المخلفات بتاعتنا ذهب، ففي حاجات كتير هتتعمل باذن الله، ورفعت مصر برفعت شباب مصر هم اللي هيرفعونا باذن الله رب العالمين من خلال الكوكبة الطيبة من الشباب الطيب اللي هيبقوا يساندونا باذن الله. كنا في البرلمان او ما كناش في البرلمان انتوا عرفتونا، لان الناس اللي عرفوني من قريب من 5 سنوات او 4 سنوات عارفين احنا بنعمل ايه على ارض الواقع، اتصالاتنا مع المسؤولين بنعاملهم باحترام، فبيلبوا لنا النداء من خلال الامكانيات المتوفره في ميزانيه الاحياء. ويا جماعه اعرفوا مشكلتنا حاجه واحده، الناس اللي بيتحدثوا ورا يا استاذ كريم، ان شاء الله رب العالمين اعاده التوزيع العادل للميزانيات الاحياء بصفة رجل اقتصادي، ازاي حي زي مدينة نصر ياخد 15 مليون ومصر الجديدة زيه الله اعلم بهذه الارقام، حتى لو كان بياخد 6 ازاي حي زي السلام اول او سلام تاني ياخد 5 مليون؟ هو مين اللي عايز رصف؟ مين اللي عايز نظافة؟ مين اللي عايز ترميم؟ مين اللي عايز كل الامكان؟ مين اللي عايز المستشفى تبقى بالمجان؟ مين اللي عايز الانسولين يبقى بالمجان؟ انا بشوف الناس مرضى السكر دلوقتي والفشل الكلوي بيدفعوا كل حاجه، والمكسور بيروح عشان يجبس ايده الدمرداش ببلاش، عندنا في مدينه السلام روح هات كل حاجه من بره، مع ان دي اصابه طوارئ. ليه كده؟ احنا عايزين ناخد حقنا. الناس بييجوا يحطوا، المسؤول بيحط منديلين 3 على مناخيره على انفه عشان ما يشمش الريحه بتاعتنا، هو ليه مش هيعرف ان هو اساسا كل واحد فينا مخلوق من نطفه قذره وجيفه قذره؟ يا جماعه عايزين المسؤولين لما ييجوا نقول لهم اتقوا ربنا فينا وادونا الاموال، بس ما تدوهاش الا ايه؟ بعد ما يجي مجلس محترم ومجلس محلي محترم عشان يقدر يراقب على كيفيه انفاق هذه الاموال في اماكنها الصح، مش في جيوب المسؤولين الفاسدين. مصر بتسلم عليكو، مصر بتناديكو بتناديكو، مصر
ايدنا في ايدك ونعمل معجزات. مصر فاتحة لكم ايديها، كله يتراهن عليها. هذه الندوة الجيدة، وطبعا خرجت الجموع الغفيرة بتدافع بعدما حضروا هذه الندوة الرائعة للحاج أبو زيد. طبعا كانت الندوة بعنوان أنا مصري، ونعتقد إن شاء الله هذا هو العنوان الذي سوف نستمر عليه بإذن الله في كل البرنامج الانتخابي الخاص بالحاج أبو زيد، والبرنامج الانتخابي به الكثير من الموضوعات الخاصة بالتعليم والخاصة بالصحة والمرافق والمؤسسات الحكومية التي تحتاجها الدائرة الخاصة به، وأيضا الكثير من أنواع البطالة، وأيضا من عدم وجود غطاء تأميني. وهناك مشروعات كثيرة تقدم بها أو هي فعلا معمولة مع الحاج أبو زيد، إن شاء الله سوف نتعرف عليها في الكثير من اللقاءات ولمتابعة الندوات والتغطية الإعلامية للبرنامج الانتخابي. نرجو أن احنا نكون النهاردة قدمنا لكم تغطية طيبة وندوة طيبة من خلال الحاج أبو زيد بعنوان أنا مصري، وما زال الحديث موصولا حول البرنامج الانتخابي الخاص بالحاج أبو زيد، فتابعونا باستمرار. مصر بتسلم عليكو، بتناديكو ادنا في ايدكو نعمل معجزات. مصر فاتحة لكم ايديها، كله يتراهن